السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني. السلام سلام الله. تبعا للعمل الذي كنا قمنا به في رمضان، هذه الخلية الأم اللاسترونج قمنا بتقسيمها إلى تلك الخلية، إلى هذه الخلية. من بعد هذه الخلية أخرجنا منها خلية 2 3 4 5، وبقيت خلية الأم 7. مرة أخرى قسمناها أخرجنا منها خلية 8 خلايا، كلها قسمات بالنظر الحسونية. كان أصلها الخلية الأم، كانت في رمضان لم نفحصها هذه مدة شهر، تلقحت الملكات والحمد لله، لأن نشاهد أنها شغال في كل الخلايا، بمعنى لا مشروع ناجح كما نقول. من خلية أصبحنا ب8 خلايا في مدة شهر، سنتفقد الخلايا كلها ونرى هل هناك تلقح الملكات وسيرورة الوضع البيض وكل شيء. الحمد لله كما تكلمت دائما، أرض الوقواق وجبال الوقواق وجبال الجفاف كما يدعينا البعض، فيها حسد، حسد من البعض. شاهد أخي الكريم، شاهد جمالية الرقم عندنا، شاهد، قل بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فهذا رحمة من الله في هذه الجبال. إن عاش المسلمون في الأندلس 8 قرون فما كانوا، بمعنى لا يفقهون ما هي طبيعة الأندلس. مراعينا جبلية، بسم الله ما شاء الله، فلدينا الرطم من داخل المنحل، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لا نستغني عن الماء الغازي عندنا ولو في الجبال. سنفتح الخلية أمامكم إن شاء الله. دقيقة، أشرب مي غازي. هذا المي، أنا من الناس من عشاق هذا المي. هذا ماء طبيعي، ماء طبيعي، بمعنى كما نقول في المغرب والماس، هذا يخرج من الأرض بغازه. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، فقاعات الغاز. أنا من عشاق ماء الماء الغازي، بسم الله. لدينا حرارة، بسم الله، الحمد لله. أريد تجربة إطار بلاستيكي معكم، وعلى المباشر سأضعه في الخلية. هذا الشمع ليس بشمع الأساس، بل شمع بلاستيكي. شاهد، سأقوم بوضعه أمامك في الخلية ونتفحصه مرة أخرى إن شاء الله. هذه، لأن هذه الخلية خلية أم بها قوة وكثافة كما يرى الجميع. شاهد البوابة، شاهد النحل في البوابة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سنفتح عليها ونتفقد معكم أول على المباشر. نكثر على الصلاة على الحبيب المصطفى. إخواني، اكثروا على الصلاة على الحبيب المصطفى، وإن عجبكم الفيديو لا تحرمونا من إعجاباتكم ومن مشاركتكم لنا في القناة إن شاء الله. حديدة، أين وضعت الحديدة يا جبل؟ دقيقة إخواني، أبحث عن الحديدة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله. هذه الخلية الأم، مصدر كل تلك الخلايا. شاهد أخي الكريم، شاهد أخي الحبيب، هذه الخلية، هذه الخلية التي أنت تراها معي، شاهد كثافة النحل. هذه الخلية أخرجت 8 خلايا، 8 خلايا، لكن الطريقة التي استخدمناها في إخراج الطرود كانت هي النفض الحسونية، بمعنى كنا دائما نحافظ على الخلية بالنحل الحاضن، الملكة بالنحل الحاضن، لأنه ما سر نجاح الملكة. سر نجاح الملكة هو كثافة النحل الحاضن، ليس السارح، ليس السارح. النحل الحاضن ومخزون من العسل وحبوب اللقاح يجعل الملكة لا تتوقف عن الحضانة، لا تتوقف. لذلك سر من أسرار نجاح النفض الحسونية في تطوير الخلايا وتطوير المناحل، وهي العرف، معرفة التعامل مع النحل الحاضن والنحل السارح. بسم الله ما شاء الله. سأذهب مباشرة إلى صندوق التربية، لأني الآن لا أبحث عن العسل،
أريد فقط مشاهدة الحضنة في من صندوق التربية هل لا زالت، هل صعدت الملكة أم لا؟ هذا سنراه بعد قليل. الخلايا دخن عليها بسم الله ما شاء الله. هناك وزن، هناك وزن، هناك وزن في الخلية الأم في صندوق في العاسلة، يعني ما دام هناك وزن في العاسلة فهناك رش من العسل، أكيد أكيد هناك رش من العسل. الله يا الله، بسم الله الملكة لا زالت عندنا بالأسفل. شاهد الحضنة أخي الكريم، بمعنى الملكة لم تصعد. هذا إن دل إنما يدل على أننا باتجاه صحيح. قلبنا الإطار، نظن الحضنة واضحة. دقيقة، حضنة موجودة موجودة. هذا إيه؟ إطار نفسه من الخلف كله حضنة، كله حضنة. المشاهد معك أخي الكريم، كله يرقات، كله بيض، لأن مع الشمس تظهر واضحة. ملكتنا في الأسفل، جميل أنها لم تصعد، ستتفقد هناك بيوت ملكية. لا أظن أن هناك بيوت ملكية، لأن الملكة عندما تكون بوضع البيض لا تكون لديها بيوت ملكية. هذه الملكة رائعة، هذه الملكة رائعة. انتم بسم الله ما شاء الله، هذه الملكة رائعة. هذا كذلك بيض، بيض لا توفر على بيوت ملكية، مع العلم أن هذه الملكة أنتجت 8 صناديق. سنشاهد بيضها وسنشاهد فرزها وفرز صناديقها. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بمعنى لدينا ملكة رائعة رائعة، لا بيوت ملكية، لا بيوت ملكية. أنتجت 8 طرود، 8 طرود من النفضة الحسونية ولم تتأثر. أخي الكريم، هناك فقط الحسد في تربية النحل، والكلام الكثير يقال في تربية النحل، كلام كثير، بمعنى إن كنا فاشلون لن ترانا بهذه الطرق وبهذا الكمتاج، إن كنا فاشلون وكانت طرقنا فاشلة فعلا لن ترانا بهذا الكم من حبوب اللقاح وكم من العسل وكم من الفيديوهات. هناك فقط تغليظ في العالم العربي لتربية النحل، أتأسف عليه من كل قلبي. هناك تغليط وتغليط وتغليط في تربية النحل، بمعنى الناس تريد نحال لا ينتج عسل، يريد تعلم حبوب لقاح، يريد تعلم العقبة، يريد تعلم سم النحل، يريد تعلم تربية الملكات، لا زال لم ينتج عسل ويسأل عن تجارة العسل، لا ينتج حبوب لقاح ويدرس حبوب اللقاح، لا ينتج عسل ويدرس حبوب، يدرس العسل، يربي في كم في حفنة نحل فوق عجلات ويعطيك الآلاف من المتابعين. هذا كله جعل تربية النحل في العالم العربي تضيع،
تضيع، لان فعلا الفيديوهات الجميله والدروس الواضحه والكلام المفيد لا ينفع احيانا. لماذا لا ينفع؟ لان هناك بعض بعض تجار العتاد وتجار الطرود وتجار التفاهات ضيعونا في العسل، وضيعونا في تربية النحل، وضيعونا في طرق تربية النحل. عندما نقول النفضة الحلزونية، هناك من بعض علامات اليوتيوب يقول النفضة الحلزونية، ماذا نقول؟ عندما نقول الجبال يأتيك ديوتيون أو يأتيك على ما أعتقد، والعلم عند الله، كل يلقى الله بكلامه، يقول لك جبال القفار، يقول لك جبال القفار، تربية النحل في الجبال قفار. ماذا سأقول لك؟ لماذا انسحبنا من فيسبوك وانسحبت من الكثير؟ لأن الذي أعمل به أمانة من الله، الذي أنتجه سأحاسب عليه عند الله. هذه الحشرة أمانة، هذه الحشرة ليست غنم، ليست أبقار، ليست دجاج، هذه لا تربى في المزارع، تربى في الجبال. الحارس الله، الحافظ الله، هذه الحشرة بها وحي، لا أدري به، لا أنا ولا أنت ولا الآخر، فقط أنا أحافظ عليها، أتعامل معها بطريقة حب، بطريقة أقول رزقني الله إياها ورزقني خبزها ورزقني رزقها فأنا محاسب عليها. عندما أقدم لك هذه الفيديوهات وهذه الطريقة في العمل وهذه الطريقة في الكلام، لأني أحبك فقط. كن على يقين أخي الكريم أن أفضل قسم هي النفضة الحسونية. الكل كان يقول الفي ويقول تقسيم بإطار من خلايا والتقسيم بكذا والتقسيم كذا، الآن عادوا كلهم للقسم بالنحل سارح شماتة فينا، حتى لا أقول كرها أن ينطقوا باسم النفضة الحسونية. النفضة الحلزونية أصبحوا يخترعون من النفضة الحسونية طرق، لا فقط تغيير النحل، لا فقط كذا. قل ببساطة وبتواضع وبحب لبعضنا البعض النفضة الحسونية، فهذا كلام قد نوجهه للنحالين، لأن هذا الذي سنراه الآن ونحن نتابعه الآن 8 خلايا منتجة من هذه الخلية، وسنراها كلها 8 كيف هي. بمعنى لو كنا ب8 خلايا من خلية واحدة، هذه الخلايا ستنتج إن شاء الله ب30 كيلو عسل، والله لب30 كيلو عسل، وستنتجها أمامك. 8 في 30، إن كانوا يقولون خلايا المعجزات ب150، سأقول لك نحن الخلية ب240 إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. لأن عندما تشاهد هذا داخل الخلية، بسم الله ما شاء الله، وتقول هذه الخلية قسمت على 8 مرات، كيف هذه الخلية استطاعت تدارك كل هذه الإطارات؟ وأنا أرفع لك الآن في الحضر وأنت تشاهد. لا أقدم لك خلية فوق عجلة، أو أقدم لك طريقة وضع الماء، فطريقة وضع الماء سنقدمها لك بطريقة احترافية. حبوب اللقاح قدمناها بالطريقة الاحترافية وليس بطريقة 100 غرام. بمعنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تابع يا جماعة، إن بهذا الإطار، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، كل حضنة مفتوحة، كل حضنة مفتوحة. انظروا إلى الوسط، هذا ممكن أن أرفعه إلى العاسي. شاهد الإطارات العاسلة، شاهد مط الشمع في العاسلة، بسم الله ما شاء الله. الذي أنا أوده بسم الله ما شاء الله، سأرفع هذا كذلك إلى العاسبة، سأنزل هذا
هذا علي أن أقوم برشه بإطار من العسل بالنسبة. الآن أخذت إطارين حضنة مغلقة إلى العسيلة لأني أريد مط ذلك الشمع. ما شاء الله منط الشمع بالعسيلة. شاهد العسيلة. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم يا أخي. العسيلة مليئة كلها نحن وعسل. أين سنضعك يا أخي؟ دقيقة أريد عسل. أريد عسل. أريد عسل. عسلنا لا زال نستر ليس ناضجا، عندما نقوم بنبضه يوقع مثل الماء. الآن قمت بفتح الحتم. لكي أنفض العسل في الماء فوق الإطار. العسل ناضج أسفل وغلق ليس بتلميذ. وقع شيء من العسل كما تشاهدون تبارك. وشاهدني طراخة من الأسفل من الخلف. أريد النحل، هل أرى النحل؟ سيبني فيه أم لا؟ سأنزل هذا وأجعل هذا في الأعلى. صندوقنا رائع. سأدخل إطار بلاستيكي، يجب أن أحذف إطار. هذا إطار الحضنة. والآخر كذلك إطار حضنة. شاهد معي أخي النحل. شاهد. هذا إطار حضنة. سأعطيه
الإطار البلاستيكي لأن هذا فقط يكون به عسل، لن يكون به لا حضنة ولا شيء. هذا حضنة، هذا بلاستيك، هذا حضنة. عليه هاتف، هذا إطار نزلته أنا بالأسفل في نحو لمطر. الآن سأغلق عليها، بقي عندي إطار لأن أخذت واحد بلاستيكي، سيبقى عندي واحد ثاني. خلية شاهدناها كلنا، روعة، بمعنى نفضة حسونية لدينا. هذه يجب أن نغيرها، بعدين نغيرها ممكن، لأن لدي لدي الآلة الكهربائية، يمكن تغيير هذا وتغيير هذا، لأن العاسلات تختلف من صندوق إلى آخر. بمعنى دقيقة، لأن جميلة تكون مقفلة ثابتة. هذا فيه، هذا الفرق، هذا الفرق في الحديدة، هذا الفرق اللي ياخذ هذا المسمار، شاهد ياخذ هذا المسمار بهذه الطريقة. الآن في عجالة نشاهد طرود هذا الصندوق. ذلك الصندوق الذي بالطابق هو صندوقه، الأخضر هو صندوقه، وهذه 5 صناديق كنا قمنا بها في رمضان. نفضات حسونية. فقط سنتفقد البيض فقط. بسم الله ما شاء الله. شاهد أخي الكريم، شاهد أخي الحبيب. شاهد معي كثافة النحلية التي حصلنا عليها بالنفضة الحسونية. بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن. ستفقد فقط الحضنة لأن ليس علي الآن أن أفحص ولا أي شيء. تطريد لن يكون، فقط سنبحث عن الحضنة. هذا مخزون عسل حبوب لقاح، آخر كذلك من الخلف هذا كذلك يظهر فيه عسل. هذه حضنة الذكور، لدينا حضنة نحل ملكة. بسم الله ما شاء الله. شاهد، شاهد أخي الكريم، سنراها إن شاء الله. شاهد الحضنة، شاهد اليرقات. يا الله، دقيقة والله مع الشمس، لأني أحب أن أرى معكم وعلى المباشر، أنا أراها جيدا. تتبارق الحضنة واضحة يا إخواني. نعم، ها هي الحضنة. شاهد، شاهد الوضع، لدي الإطار كله حضنة، كل الإطار فهو حضنة. شاهد اليرقات، هذه فيها حضنة وفيها ملكة. هنا عندنا الملكة، هذه الخلية تتوفى على الملكة، وهذا
نعم شاهد اخي الكريم، بسم الله ما شاء الله النفضة شغالة جيدا بسم الله. عندنا الان انطلاقة خلية باتجاه عاسية، الخلية الاولى هذه من النفضات، هذه هي النفضات الحسونية، هذه بنت وهذه سنشاهد في نفس المنحل ومن دون ترحال. نمشي للأخرى، هذه كلها نفضات رمضان من نفس ذلك الصندوق، بمعنى نفضات نفس الطرد. بسم الله الله أكبر، شاهد شاهد بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كثافة نحلية سنتفقد كذلك الحضنة. لدينا وضع أم ليس لدينا وضع؟ بسم الله لدينا وضع، حضن الذكور، شاهد الحضن المفتوحة، شاهد وضع الملكة يا أخي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كيف يسعدني ما هذه المناظر. شاهد الحضنة، شاهد شاهد الملكة منطلقة في الإطار كله حضنة، كثافة نحلية متوفرة بالداخل لن أزعج الإطار. هذا كان الطرد الثاني، من يقول لك النفضة الحسونية ليست صالحة، ملكات الطوارئ، ملكات ما أدراني وما أدراك، التهليل والكلام وخرب البيوت، لماذا؟ لأن عليك أخي النحال أن تشتري من عندهم ملكات، عليك أخي النحال أن تشتري من عند هؤلاء الناس الملكات، ليس علينا أن نعلمك هذه الطريقة. سنرى إنتاج العسل من هذه الخلايا، سنرى إنتاج العسل هذه الخلايا. هذه كانت نفضات رمضان عندها مدة شهر، الآن عندما تصبح بثلاثة أشهر نتكلم، لأن هذه الخلايا هي بطريق العسل. شاهد فحص هذا اليوم خصصناه فحص طرود رمضان، مشروعنا مشروع قناة بيضاوي، مشروع قناتنا، تفاعلوا مع الصفحة يا إخواني، تفاعلوا مع الصفحة. بسم الله ما شاء الله، خلية أخرى نفس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة حتى السادس عشر نحن. شاهد أخي، من يقول لك أن النفضة الحسونية هذه ليست صالحة وهذه ليست منتجة وهذه ليست كذا، فليأتي يتكلم معنا الآن ويعطينا وجهة نظر. نشاهد فقط الآن نبحث عن الحضنة. الله أكبر الله أكبر، كلها حضنة مفتوحة، ملكات فتية. هذه الملكات الآن متى سترفع من الحضنة؟ هذه الملكات، هذه الملكات هي من نقول الآن أنها تعمل على الوحي، هذه الملكات الآن سترفع من الحضنة عندما يصبح عندها كثافة نحل حاضن، بمعنى الآن هي ملكة جديدة طرد جديد، الملكة ليست تتوفر على كثافة نحلية كي ترفع من الحضنة. هذه الدورة الأولى من الحضنة الشهر الأول 20 يوم، سنراها في 20 اليوم الثانية 10 إطارات حضنة أنا وأنت، ولن يكون تطريد لأن التطريد يتوقف في شهر خمسة، منتصف شهر خمسة. هذه الخلية الآن ستكون متجهة مباشرة إلى العسل، والله لكلها طرود النفض الحسوني من تلك الخلية وكانت على المباشر. لكن أخي الكريم ماذا سنقول؟ من أراد لنا خيرا فيقول لنا رحم الله والدينا ويدعي لنا بالخير. فقط فقط أخي الكريم، شاهد الصندوق الآخر، بسم الله ما شاء الله. سنذهب مباشرة إلى العسل، يجي يقول العسل إلى الماء، إلى الإطار الحضنة. بسم الله
حاضر. لدينا المفرد، لا لا نزعج هذه. وهو الجميل انها نفس السلاله هادئه، هذه الخلايا هادئه، شايف؟ ولا تدخين، ولا تدخين، لكنها من كانها من نفس الام ومن نفس المنحل. الله اكبر، اقفل يا زيد. شاهد نجاح النفضات الحسونية وفحص النفضات الحسونية. أخي الكريم جزاكم الله خير، دعموا الصفحة وانشروا معي هذه المنشورات. جعل الله في ميزان حسنات الجميع، جعل الله بمعنى كل هذه التي أتفحص فيها الآن فهي وليدة نفس الخلية الأولى. بسم الله ما شاء الله، كتف نحن أكثر من الأواخر. الله أكبر، ملكة بضيض حضنة، السلام عليكم. نترك، أنا كما شرحت لك يا أخي، هذه الصناديق كلها نفس السلالة، نفس الأم، لكن الآن هذه الصناديق تحتاج إلى 20 يوم آخر، تخرج هذه الحضنة، يصبح عندنا كثافة نحل حاضن، بمعنى كثافة نحل حاضن وسارع، الملكة الآن ستنطلق، مع العلم أن المرعى الآن بدأ. اللهم غيثنا غيثا نافعا يا الله. اللهم غيثنا غيثا نافعا يا الله. اللهم غيثنا غيثا نافعا يا الله. تابع يا زلمة. هذه كانت بنتها الأولى. هذا الصندوق كان بنت تلك الخلية الأولى. من يعود في فيديوهات رمضان سيشاهد كيف رحلناه وكيف عدنا به وكيف قسمناه إلى هذا الطرد الأزرق الصغير وحولته إلى خلية. هذا الطرد أصبح خلية. عود إلى فيديو شهر رمضان وسترى معنا العجب. ما شاء الله لدينا نحل، لدينا نحل في العاسلة، سأرفع العاسلة فقط. هذه هي حضنة مختلفة بالحضنة أم صعدة الملكة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله نفس السلالة، نحلها هادئ مع اني لا اربي النحل هادئ، لكن هذه السلاله نحلها هادئ، شاهد لا تدخين ولا اي شيء. بسم الله ما شاء الله، لدينا حضنه مفتوحه. لدينا حضنه مفتوحه، هذا كذلك حضنه مفتوحه ومط شمع. هذا كذلك حضنة مفتوحة. ومط الشمع. جميل، الملكة بالأسفل، لن أزعجها بكثرة. فقط هذه، هذا الطرد، ابن ذلك الطرد. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. عسل حبوب اللقاح يا أخي. عسل حضنة حبوب اللقاح. بمعنى كوننا 8 طرود من نفس الخلية وكلها شغالة وكلها بطريق العسل. النحل في الأعلى كذلك.
هذه روها شهر 7، هذه الخلايا كلها، هذه الطرود كلها سننتظرها ان شاء الله شهر 7. شاهد هذا كذلك، نفس الأم مط الشمع كله حضنة مفتوحة. بسم الله ما شاء الله، الذي بجانبه لا تغذية ولا يحزنون. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. من يقول أن هذه طرود؟ كلها طرود من نفس الأم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. معنا خلايانا روعة، هذه كانت نفضة من صندوق من هناك، كذلك كانت نفضة. الله أكبر يا أخي، والله لكانت نفضة، والله لنفضة، والله لنفضة، شاهد النفضة. يلا ماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك عن النفضة؟ الصندوق العاسلة، النحل شغال، بمعنى نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا أنا لا أقول بالقطع عليها لأنها بدأت كأنها بدأت رياح باردة، بدأت رياح باردة. لكن هذا الذي نقدمه هو واقع ليس الخيال، هذا واقع الذي نقدمه، هذا هو واقع النحل ليس خيال النحال. إن هناك بعض الناس تربي النحل في الخيال، هناك دروس نحل والله مبنية على الخيال. النحال لا أدري متى سيعرف أن النحل لا يتغذى، لا أدري ما أعرف هذه الفكرة، لكن إن شاء الله كما يقول الكثير كل حر في عمله وكل فوق الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أحبكم في الله. طرود العسل هي هذه، طرود النحل حقيقية، هي أسر من أسرار تربية النحل، لا يريد الكثير يبوح به، هناك الكثير يعلم الناس تربية النحل من الجوجل، يقرأ منشور يدرسه لك غدا، أقرأ منشور. الحمد لله لم نقرأ، لكني نعمل، لكننا نعمل، نعمل. هذه التجربة التي تتكلم، لا يتكلم الكتاب. لماذا أقول لك؟ لأن أنا من الناس التي لدي فكرة في عقلي وإيمان، كل الإيمان في الله سبحانه وتعالى، أن النحل ليس علم بل عمل، أن النحل هو أن تعمل النحلة. الله لم يخلق شيء إلا وخلق له رزقه، دائما أذكر بهذا الكلام. كن على يقين أن العمل الذي نقوم به نحن فقط، لدينا بعض الأسرار. ما هي طريقة قسمات النحل؟ هي كذا، ما هي بمعنى هذه الأشياء جربنا، الفي جربنا، بالإطار جربنا، بتغيير النحل جربنا، بالقسمات والترحال جربنا، بالكل. لكن المحترفون التجأوا الآن إلى النفضة الحسونية ويسكت، لا يقولها، لا يقولها. النحال لا يعلم النحال، النحال لا يعلم النحال، بل من يعلم النحال فقط ذلك القارئ الذي يقرأ ويجد في القراءة، لكن ليس لديه الخبرة. هناك فرق بين الخبرة، وهناك فرق بين القراءة، هناك الفرق أن يكون لفيديو تتابعه الآلاف من الناس والكل فاشل، من المدرس إلى آخر من سير الفيديو كلهم فاشلون. لأن يأتيك الآن يقول لك شح المرعى وليس هناك كذا، نحن نقول الحمد لله ننتظر. أنا من الناس التي دائما أقول أنتظر، إن الله رأى فينا خيرا ورأى فيما نعمل خيرا سيؤتينا خيرا. التساقطات قد لا تأتيك، لكن تمر فقط رعدة، رعدة من الله سبحانه وتعالى، وتقع تساقطات هنا إن قال الله له كن فيكون.
لكن أن تبقى أنت تقول مرة لا في عسل، مرة غدي، مرة تدخل أخي النحال، راقب المخزون أخي النحال، عليك بالمخفف، تجنبوا هذه، اعطوا هذه، يا أخي اتركوا النحل. هذا المنحل لم أزوره أنا مدة شهر، مدة شهر والله وتم والله لم أزوره مدة شهر. شاهد بسم الله ما شاء الله الطرود شغالة، سأذهب أقول لك أنا سأذهب مدة شهر نعود لوضع العسيلات، والشهر الآخر إن شاء الله نعود لفرز العسل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إن بقينا أحياء وإن أراد الله فينا خيرا، لكن دائما نتوكل على الله وندعو الله ليلا ونهار أن يوفقنا الله لما فيه الخير. أحبكم في الله، أحبكم في الله، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شاركونا هذه الفيديوهات إن استطعتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.